اختار اختار جهه. يلا 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 حلو. اه لا تطلع بسرعه قبل ما يطيح المكان. دقيقه يا اخي ارباك. هلا والله فيكم، معاكم فادي الشيحه نواف النغموش. جبنا لكم يوم لعبه ديستركشن اول ستار، او اسمها الثاني بالعربي سيارات التصادم. هذه لعبه سيارات تصادم زي ما تشوفوا، حبركم اياها. بس ميزتها انك تطلع من السياره وتكون داخل السياره. بنوريكم اللعبه الحين. اهم شيء تعرفون هذه اللعبه مجانيه لاصحاب مشتركي بلاي ستيشن بلس. اذا عندك بلاي ستيشن بلس تقدر تنزل اللعبه هذه اليوم وتلعبها مجانا من غير ما تدفع ولا قرش ولا في اشتراك ولا اي شيء. فمن غير اطاله خلونا نبدا. احنا وين الحين؟ طوكيو جير بوكس. غير بوكس طبعا اللعبه في عربي فقط ترجمه، مش قوائم، فقط ترجمه. يمكن إيه. مستقبلا يحطوا قوائم ما اعرف صراحه، لكن حاليا بس فقط العربي في ترجمه. شوف كيف يسوي حركه رهيبه برجله. ها الجيتار. يلا. الرسوم او واحد زيك الرسوم والله صراحه مش بطاله. اللعبه 60 اطار في الثانيه، هذا شيء مره ممتاز. صحيح. لان لعبه حماسيه وحركات. شوف في البدايه تاخذ اي سياره ما تفرق معك، فاخذ اي سياره واحمد ربك، مو احمد ربك، عذر ربك انه ما حد يجي يطب معك، لان يقدرون ياخذون سيارتك يهجمون عليك يا يكسرونها يا يسرقونها منك. اوه صدمت واحد. الحين صدمت هت جاهدت الحين زي ما تشوفون. طبعا عشان تعرفون كيف التحكم، عادي الار2 البنزين. عندكم حاجه مميزه هنا اللي هي الانالوج الرايت ستيك، هذه ميزته لما تحط على قدام يهجم قدام كذا، يرجع قدام. هذه قدام، وايضا تقدر تروح يمين ويسار زي كذا زي كذا. اوه لا اوه ما في حد، بس نتخيل في حد كان بعيد. اي فهذه ميزات تسوي. شوف طبعا هذا كله في كول داون. يتعبى الحين طلع نواف. بالحاش طبعا نواف الحين لازم ايش يسوي؟ يدور لك الكريستالات الورديه. ايوه طبعا بتكون هنا فوق هذا الشيء. لا ورا بتكون هذه هذه هذه. الحين شغل باركور يسوي زي ما تشوفون. باركور هارد كور. الحين ما عنده الخاصيه حقته، اذا عنده الخاصيه حقته يفجر ويصير عنده دبل جمب في اللعب حقه. اخذ سيارة ثانية. هذا بيكون يفيده مرة في اللعب انه يجمع الكريستالات. فجرت واحد. حلو، الحين عندك خاصية، انزل ورا الخاصية حقتك فجرها وجمع الكريستالات. خلني بصدم واحد ثاني كذا، بدي ادعس واحد. والله شطفه. حلو. طيب طيب دقيقة. يلا اسكت هذاك واقف. اخي كان ناقص المنصة. يلا. انت الحين نبي نجمع سيارتك نواف، طلع سيارتك. حلو خلني بصدم زياده بس شوي بس شوي لان التصديم برضه ترى يطلع يعني انا عارف، بس الافضل انك تجمع هذه تطلع سيارتك بسرعه عشان تقدر تذبحهم اسرع. الحين اضغط الوان ينادي سيارته. هذه سيارته، هذه سيارته خاصه اللاعب. هذه اللاعب السياره ما حد يقدر يسرقها منك، وفيها خاصيه اللي هي المنشار شغاله الحين نواف. اوه قطع نواف. كفو المركز الاول. المركز الاول ما شاء الله. لا انت الثاني. لا اسلم لي ست عمي. متى ثاني؟ والله لتفوني. يلا لتفوك. يلا. هذا ذكرني بالعاب قديم حق ديستركشن. ديربي. تصدير. برن اوت. تقطيع يبو. تحس اللعبه هذه ماخذه من العاب كثيره الاشياء الرهيبه فيها وحطوا لك اياها بلعبه واحده بخلاط. ضربها بخلاط كذا. من جد طلع لك اياها. صراحه حلوه الفكره يعني صراحه. المراحل اللعبه اتوقع فيه بس ثلاث مراحل ولا كم مرحله؟ واجد في لاس فيغاس، في برشلونه، في بس هل توكيو. في فرق بينهم؟ انا ما اشوف فرق. اي فرق في فرق كبير. اسوء واحده طوكيو بالنسبه لي، يعني حسيت انه الفرق يكون في الهازرد الموجوده في الشارع. أيوة صح، انه يطلع لك منشار وزي كذا. إيه. بعضها فيها مراوح كذا تقص سيارتك، بعضها إيه. هنا ما اجي شيء. هذه سياره ما فيها احد. كل المنشار في منشار. منشار منشار. انمي ايوه. شقه ما مشكله. شقه مشكله ما عندك؟ ما لا قاعد تعبى. هي قاعد تعبى. سيارتي تفجرت. راحت سيارتك؟ سيارتك هذه حق مستر بندي ولا ايش؟ طبعا كمان تركب سياره يتغير لونها على لون شخصيتك. هذه حلوه الفكره يا اخي. عينك ثاقبه. الله ما شاء الله عليك. احسب النقزه يا اخي. ابغى اصير المركز الاول. مين؟ كم؟ انا يا مين الثالث انت وين الاول؟ اقول ودي طلع سيارتك. شميت ريحه المركز الاول. جمع ذولي بالورديه وطلع سيارتك، لان هي مدعسهم دعسهم. امسك ذا الخط كله. ما هي اساسا كريد يعني. انشرهم نشر. حلو يا نواف. كبير الاول. كفو. يلا الباقي انشروا. لا نشرني انا. لا ايش صار؟ ضرب ما شغل الحركه علي انا ونشرني على طول. لا بس انت الاول لسه. لا كم باقي الوقت؟ باقي دقيقه تقريبا. دقيقه. المشكلة بين نقاط واحد مرة شوي. فيبي اروح اصدم. بسرعة. نوف انت الاول دائما عندي. الله ما عليك. صرت المركز الثاني. حلو. طلعنا تروفي ذهبي اس بلس. ما شاء الله كفو. فهذا الطور الاول. خلينا نشوف الحين الطور الثاني. حق الحفر. وش في حق الحفر؟ الله يستر. ما جاوبت سؤالي فهد. ما فهمت ايش قاعد تقول. اقول لماذا الاثنين قبل الثلاثاء؟ لان الاحد قبل لا المفروض تقول سؤال صعب. سؤال هذا جيلك انت مو جيلي. لا
سبيستون انا بس كذا كنت اشطف تلفزيون اسمعها. قول قول حنا جيلي وشو في البحيرات والانهار سيد صغير في الجداول في عمق البحار انا عابر لجاي مع تباشير الصباح يلقت هبات الرياح زورق زنوب حقته في الهواء رامي رامي الصياد الصغير هذا جيلي يعني. اما سؤال صعب للشاعر لحقت عرامي ايش دعوه مين انا لحقت على الصياد انت شفته بعدين انا شفته وقتها يعني اوجي انا كان ينزل وانتظره كل يوم طقطق شخصيتك بسرعه لا ما كان فيديو كل يوم الفيديو يطلع اوكي انا شخصيتي هذا كف هذا اللي يلبس سيارته حمراء ونار مفصلينها عشان في شبه بعد وانت بتمشي ايه في يمديك تمشي على اطراف خل لا ما يمديك اطراف كنت بقول لك امشي على الجدار طول الوقت عشان ما تطيح كويس طبعا هذه اذا مت تطلع برا الجيم ما فيها تموت زي مثلا نواف تكمل ترجع مره ثانيه ادعس ادعس لا انا ما فاضيه شو نعرف ما في احد ما في احد يا صوره عليك مكتوب صح كابي شطفته انت بس انتبه لا تطيح اوه بدك تطيح شفتوا كيف الحفر قاعد تطلع لي كل شوي الحين الله يست... والله بريك هذا يبي اسمه صاحي ايش صار خليك جمع مهاراتك عشان تنادي سيارتك وين ما شوف شوف الحين شوف انتبه مشكلة عاد الحين بتطلع سيارتك والدنيا كلها حفر طلع لك وين سيارتك في الحفرة كذاب لا لا نو لا سيارتك ورا شوف يمديك تاخذها ولا لا وينها شوف ورا نظر السهم ايش فينا يمديك تاخذها ولا ما يمديك شحب فنان ماريو انا طيب. حفر ذي ولا شيء بالنسبه لي انتبه اوه دقيقه بس ساتر هاي سيارتي باخذها تاخذها بتطيح في الماي صدقني بتطيح انتبه لا تسرع حد مالك 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 اختار جهه يلا حلو لا تطلع بسرعه قبل ما يطيح المكان دقيقة أخير باك سيارتي تعالي ليش رحتي ليه راحت ايش اللي صار ترى فعل حركتك سرية وقعد تصدم فيها هذه لا سويت اللي علي والله سويت اللي علي اي حلو والله زين اي والله سويت اللي علي طبعا هذا مود عجبني صار ما حلو المود قلق شوي اي كذا يربط اعصابك حلو ذا هذا المود زي ما تشوفونه هذا هو المود الكارنيج ايش اسمه كارنيج كارنيدو 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 كارنيج لعبه قديمه سيارات الو فكرته زي ما تشوفون نوف اركب سياره عشان افهم الشباب طيب خليني بس بجمع قريشاتي في عصاره الحين قدامي ايش وضعه فهد طيب الحين اقول لكم الحين شوفوا النقاط هذه مكتوب فوق زي ال 1 5 15 30 50 هذه النقاط اللي تجمعها كل ما تسوي شيء تصقع او تسوي حاجات مهمه في المرحله تجمع نقاط يتعبى عندك كانك تاخذ اكسبيرينس او خبره في لعبه ار بي جي او حاجه زي كذا اذا وصلت الى 5 يصير حسبك 5 نقاط تصير معاك موجود في الرصيد اذا وصلت 15 نقطه وهكذا هذا بني ادم ايوه دعسناه ولا الا دعسته اوه 5 نقاط انك دعسته طيب الحين اوكي الحين قاعد اجمع نواف الو 15 راح اصل بصر ابداني فجر سيارتي الحين راحت شفت تفجرت سيارته النقاط اللي جمعها كلها راحت 15 حتى لو اخذ سياره جديده الحين ما تنحسب النقاط اللي قبل يبدا من جديد يلا ايه طيب بعرف ابي شو يصير اذا طلعناها كامله وش بيصير كيف تتعب ذي اصلا ماني فاهم هم قاعد يعبون لك اياها انا مره صدمت سياره كذا بشكل وطلعت لي يلا 15 سلم سلم انفجر هون حبيناها عي الله خلينا 15 قبل ما امشي ايش صار يعني حسبت كفو فاز فاز فريق نواف هذه لعبه بلاي ستيشن ديستركشن اول ستارز سيارات ايش سيارات تصادم بالعربي صح اوكي فهذه لعبه مجانيه لاصحاب مشتركي بلاي ستيشن بلس واذا انت ما عندك بلاي ستيشن بلس ليه مو مشترك بلاي ستيشن بلس العب كنترول تشترك بلس تقدر تلعب كنترول لعبة نواف الرهيبة كنترول اللي حبها موجودة فيها مجانا ايضا للصحي مشتركي غير كذا في الحزمة اللي حين تقريبا 15 لعبة صح حق العاب بلاي ستيشن موجودة من افضل العاب بي اس 4 اي ما هي العاب بي اس 4 حطوا لك 5 شيء غريب يعني صراحة موضوع الاثنين ما اعرف ليش بس واحد المهم فهذا استعراضنا للعبة ديستركشن اول ستارز تكون تعجبكم لعبة مجانية نزلوها والعبوا فيها من اليوم تقدرون موجودة اللعبة كان معكم عبد الشيحة نواف النغموش ويعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة سلام